السلام عليكم، مرحبا بكم عند أسامة دي زد. يوم جديد، فيديو جديد. اليوم راح نهضروا على حاجة يديروها هنا في أمريكا، اللي هي دروغ تيست. دروغ تيست تقدر ترجمه بالعربية فحص المخدرات. فوالا، هنا في أمريكا وكان دول بزاف أخرين، وعلى بالي بلي في الجزائر ما يديروا الشيء هذايا. فحص المخدرات هذه أي خدمة هنا في أمريكا، أي خدمة من قبل ما تروح تخدم يبعثوك دير هذا فحص المخدرات. هذا كاين اللي يبعثوك اللاب كيما هذا باللاب، وكاين اللي يديروها ثمايا عندهم ثمايا. الانواع تاع هذا الدروغ تيست كاين انواع على حسب زعما القيمه تاع الخدمه والشده تاع هذاك التيست. كاين اللي مثلا تكون خدمه سهله هكذايا، وير هاوس ولا ماشي زعما تحتاج واحد لازم يكون ذري في عقله وخاطه كاع، يديروا لك تاع البزاط حاشاكم، يديروا لك يمسحوا لك يسوابيو داخل فمك، ينحوا اللعاب هذاك تاعك ويديروا ويشوفوا الا كنت الا كدير المخدرات ولا لا. هذا الاول. وكاين الدوزيام اللي هو تاع البول، اكرمكم الله حاشاكم، تاع البول كما اللي راح ندير اليوم هنايا. تجي يعطونك عفصه تبول فيها حاشاكم اكرمكم الله، ويديروا لك تيست ويخرج. وكاين اللي كثر زعما مزير اكثر تاع الشعر، ينحوا لك شعره من راسك ولا من لحيتك ولا، ويديروا لها لي زانيس ويشوفوا. هذه تاع الشعره تجبد بالك ما على باليش، واقيلا تجبد عام تما. هذه في الخدمه سونسيبل، مثلا ما على باليش انا تروح تخدم خدمه فري سونسيبل، تخدم في اف بي اي ولا مثلا تما يشوفوك بلي انت فري خاطئك. وهذه تاع البول حاجاكم متوسطة زعما، يجبدوا لك دير لا دروغ 6 شهور هكذاك، وتاع هذاك اللعاب اللعاب واقيلا شهر ولا. فوالا، هذو هما الانواع. وباينة علاش يديروا هذا الدروغ تيست، باش ماذا بهم يجيبوا ناس للشركة تاعهم ما يديروش لا دروغ. هذا ما كان. وانت دوكا يجيك واحد سؤال تقول بالك، تقول او انا دوكا تما نحبس لا دروغ ومن بعد غير نبدا نخدم، نحبس نكون كلين كما يقولون، نقي ما فيهاش لا دروغ، ندير دروغ تيست نبدا نخدم ومن بعد نقلبها لا دروغ. لا لا خويا العزيز، كاين حاجة يسموها راندوم دروغ تيست. راندوم معناتها عشوائي. كاين شركات تبان لهم هكذايا يخيروا واحد ما على بالكش كاع شكون، اروح نتايا راندوم دروغ تيست، يديروك دروغ تيست، يخيروا واحد ما تعرفش شكون، بالك اليوم نتايا غدوه صاحبك، تما نتايا تولي تخاف بالك غدوه طيح فيك يحوزوك ديرك يلقاوك دير دروغ هكذا. هذه حاجه الاولى. وكاين حاجات كما كنت نخدم، كي تكون تخدم في شركه مثلا، تكون تخدم في شركه تاع الكترونيك ولا للماشينات وكاع، ودير حادث، دير ماشينه تكسرها ولا دير غلطه، ديلا درت غلطه ولا كسرت ماشينه، اول حاجه يدوك يديروا الدروغ تيست. اول حاجه يقولوا بالك السيد البارح كان ضاربها دوبلي بلا، اليوم جاي يخدم مازالها في راسو ودار هذا البروبليم هذا. تما ما تقولش ولا بعيد شر لي سوقو ثاني، لي سوقو الكوامن ولا كوميرشال فيهيكل، الحاجه اللي المهم كوميرشال، بعيد شر لو كان دير حادث يعني مميت فاتال، كون دير حادث مميت. حاجة الأولى اللي يديرولك دروغ تيست والكوهول تيست، يديرولك ثاني على تاع الكحول ثاني. فوالا، تما هذي باش ما تقولش زعما أنايا غير ندير دروغ تيست خلاص نولي ندير واش نحب. نو بون، هذي هي اللاب بين زوج. بون خوتي، هذي هي اللاب، أموش يخدمو كاع، يخدمو الدي إن إي، الكوهول تيستين، البريغنسي، هاكي يخدموك الدي إن إي، كاش نهار ندير هذي نشوف الأصول تاعنا. يخدموا اي حاجه، المهم اي حاجه انت على قدر الله. الدم عندك كيفاش خادم، دوك يعطينا قرا هذوك الصوره هذو. ولا جيت لهنا وما جاتكش البوله اكرمكم الله دائما، الماء حطوا لك الماء هنايا، خذ راحتك اشرب الماء حتى تكره حتى تبان لك. الفيديو هذا علاش ندير هذه الفيديو كما يقولوا شغل تعليمي باش تعرف تجي جديد، ولا يقولوا لك دروغ تيست ولا ما تهاوش انا واش درت خاطئ. الماء هذه الناس كامل يديروها ولازم نديرها، باسكو فعلا انت تشوف روحك بيا خاطئ كذا، بصح هو وين يعرفك اللي راح يخدمك، فهمت كيفاش خو؟ تما كاع الناس يديروها، ما
كاع الناس يديروها ما كيجي لهنا هنايا قبل الخدمه دير جوب تما ديرها في راسك بلا توشويش بلا والو. تونيك سيمبلز تاعنا يديروهم ويبعثوهم للراح. Our sister, can you explain to us a little bit? Yeah, so basically we just take samples, ship it to the lab, to the lab. They will run some tests on it and then send it to the company. So you don't want to do them here? We don't do them here. We okay, just send you them off. You back to home the lab. Yeah. The lab. The lab, yeah. بابا عندهم هنا هذه تخلط ولا ما باش واش دير. المهم يبعثوهم ومن بعد هذو يبعثوا لاب تبعث الريزلت لل كومباني. اذا خلاص درنا التاس يعطوك ورقه باللي تجوز التاس والريزلت كيما كانت تهضر السيستر قالت لك يبعثوها ديريكت للكومباني انت ما تقدرش تشوفها. وحنا يعني الحمد لله حنا هذه ماشي حاجه نخافوا لا باسكو الحمد لله خطينا المهلوسات والتراب. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو هذايا وإلى فيديو آخر إن شاء الله. ما تنسوش دائما أبوني أسامة ديزاد دائما نجيب لكم جديد على الحياة في أمريكا وكل ما يتعلق بأمريكا. والسلام عليكم.